أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى قسم القراءة في الوحدة الأخيرة من الجزء الثاني من الكتاب الأول، العربية بين يديك. التدريب الأول في قسم القراءة، قراءة قسم جبر دمشق. صل بين العبارة والحوار المناسب. كل واحدة منكن تقرأ الفقرة النص، بعد ذلك كل واحدة منكن تختار الحوار المناسب لهذه الفقرة. ممن نبدأ ليرفع يده؟ من يريد أن يجيب أولا ليرفع يده؟ كم جواب برمخشه؟ قولنا كوترسه. طب مشتري اقرأي الفقرة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يصلي أحمد صلاة العيد في المسجد الحرام ويعطي الفقراء زكاة الفطر قبل الصلاة. أحمد خيط نمزنا مسجد الحرام ده أقدا ونمز دانكيان أقدا Okuydu ve namazdan oldan fakirlerge zakat fitr zakatını beradı. جيد. Harf cim. Harf cim. الحوار جيم. نعم. اقرأي الحوار وترجميها أيضا، ترجميه أيضا. أين تصلي العيد؟ خايت نمازنا خير دوقيسن في المسجد الحرام إن شاء الله. إن شاء الله مسجد الحرام دوقيما. متى تؤدي الزكاة؟ قطان متى زكاتنا. تؤدي الزكاة؟ متى تؤدي الزكاة؟ زكاتنا قطان برسن قبل قطعا الصلاة. أدق لسان ناصر قطعا برسان. قبل الصلاة إن شاء الله. رمضان ولدان إن شاء الله. قبل الصلاة إن شاء الله. صحيح، أحسنتي. وبعد مشتري أستاذة لوبر الحوار الفقرة الثانية. يصلي ثامر صلاة العيد في المسجد النبوي ويذبح الأضحية بعد الصلاة. أضحية، أضحية. أضحية أضحية بعد الصلاة. سمير خيط نمازنا مسجد النبوي ده أقيد وقربان لكنا نمازنا كيين قربان لقلادة. شنكين قربان لك سويادة. طب حرف الدال الحوار. أين تصلي صلاة العيد؟ في مسجد النبوي. ومتى تذبح الأضحية بعد الصلاة إن شاء الله. خيط نماز قير دا أقيسان مسجد النبوي ده وقتشان قربان لك نسويسان نماز دا كين إن شاء الله. نعم حرف الدال. صحيح، أحسن. أستاذة نيلوفر الفقرة يسافر الثالثة. ثالث. يسافر أحمد وأسرته إلى مصر بالجو، يشاهد نهر النيل والجامعات. أحمد أيلاس وأنين أيلاس نميته مصر جاء خوايو لاربلان سفر قلادة نيل داريوسنا وأونيفرسيت لابنا كما شقلادة. نعم صحيح. وقسمه حرف بال با. أربعة. مع من تسافر؟ كم بلان سفر قلسان
مع أسرتي إن شاء الله، عائلة بلان إن شاء الله. كيف تسافر؟ قندي سفر قلسان بالجوي خوا يولاردا. نعم صحيح أستاذة حبيبة، اقرأي الفقرة الرابعة. يقضي علي عطلة الصيف بين الجبال مع صديقه وفريق الجوالة. علي yozgi ta'tilni tog'lar orasida o'tkazadi. Do'st fariq al-jawwala. Jawwala ma nima edi? Safar qiluvchi guruh. Safar guruh, o'rtog'i va safar qiluvchi guruh bilan birga o'tkazadi. Al-jawabu alif. الحوار ألف يناسب لهذه الحوار. الفقرة. اقرأي الحوار ألف وترجميه. أين ستقضي العطلة؟ تعطلنا قيردة وتقزسان. سأقضيها بين الجبال. تغلر أرسدة وتقزمان. مع من تذهب؟ كم بلان برسان. مع الجوالة إن شاء الله. سفر قلوچ گروه بلان برگه إن شاء الله. برمن إن شاء الله. جيد. انتهينا من التدريب الأولي. التدريب الثاني كينش ماشق، اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو بلا. متن أقص ونرى جابلارن صحيح أو خطأ. خا يوكي يقدب جوابير. خا بوس علامة صحيح، لا بوس علامة خطأ. ويركمز نقرأ ونترجم. كل واحدة تقرأ حتى النقطة. أنتن أربعة تورتي كانسلة. طيب مشتري ابدأي. في الإسلام عيداني، عيد الفطر وعيد الأضحى. إسلام دي كتير خايت بار، فطر يا فطر خايتة وقربان لك خايتة، رمزة وخايتة دبت رمضان خايتة. فطر خايتة يعني أغزة وتشتي يعني دي وقرباني خايتة. خب عيد الفطر بعد شهر رمضان، بعد شهر رمضان يا أبو الأدب رمضان متخطب. رمضان خايتة رمضان أيضا كين في اليوم الأول من شهر الشوالي من شوالي شهر شوالي. شوال أيضا برنش كون ده. أحسنتي أستاذة لوبر. بعد الصوم نؤدي زكاة الفطر للفقراء قبل الصلاة العيد. قبل الصلاة من قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد روزة بعد الصوم روزة تبولغاندان سوين فطر صدقاسını kambag'allarga namoz hayit namozidan oldin beriladimi ustoza? Yo'q, nuaddi beramiz. ado qilamiz, Ado beramiz. qilamiz. Fitr sadaqasini faqirlarga hayit namozidan oldin beramiz. Beramiz. Va hiya sa'un min ta'amin an kulli shaxsin kabirin au sagirin. Va u taomdan bir so, har bir katta va kichik inson uchun taomdan bir sodir. آخر بيتي وبعد صلاة العيد نزور الأهل والأصدقاء وخيط مازدان كين يقل نارمزنا ودوس نارمزنا زيارات قلامز. صحيح أستاذة نيلوفر. جملة تالية.
يأتي عيد الأضحى بعد كم بعد الوقوف في عرفة. أنا قال من دخلت نماز عرفت ترجم قربان بن حياته قربان لك حياته عرفت تجي ترشتن كيين بلاده. يأتي بلاد مصطفى يأتي كلادة دي يعني دي قربان لك كلاد حيته وقوف عرفة دانكين كلادة يعني عرفة تترش دانكين كلادة هم شوكي اونن تكونيو توقز تكونو وقوف عرفة بلادة حيث برنش كنا تواف تواف الحج كل شهادة تواف الزيارة نصلي صلاة العيد بعد شروق بعد الشمس شروق الشمس بعد شروق الشمس. نمد حياة نمازنا قياش قندان كيان أقيمس وتذبحوا نذبح الأضحية نذبح ونذبح الأضحية ضحية أضحية وقربان لك لارناس ويامس ونزور الأهل وأصدقاء قرنداش ودوس لارمزنا زيارة لامس بعض الناس. أيوب بولدك يا أستاذ. حتى هنا إذا نزور الأهل والأصدقاء أهل ويلة قرم دشرو ودوستان زيارات قلامس أكملي أستاذة حبيبة بعض الناس شقك الاستماع نعم بعض الناس يقضي عطلة العيد في المدينة أو في القرية أو على شاطئ البحر. Bazı insanlar bayram tatilini şehirde, ya ki kışlakta, ya ki deniz kurgaklarında utkizadılar. طب اقرأي الجملة الأولى وصحيح أجيبي أستاذة حبيبة في الإسلام عيد واحد. هذا الجواب خطأ. نعم نضع في الإسلام علامة خطأ في الإسلام كم عيدا؟ عيدان، صحيح عيد الفطر وعيد الأضحى. جيد مشتري الجملة الثانية عيد الأضحى قبل عيد الفطر. قبل عيد الفطر قبل عيد الفطر قربانك خايف رمضان خايفنا أولا خطأ. نعم خطأ متى عيد الأضحى؟ عيد الأضحى بعد عيد الفطر. نعم صحيح أستاذة لوبر عيد الفطر بعد شهر شوال. شوال رمضان خيطر شوال أيضا كين خطأ. نعم خطأ متى بعد عيد شهر الفطر؟ عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شهر شوال. نعم أستاذة نيلوفر نعطي الزكاة للأصدقاء زكاتنا أرتقلار جابر مات خطأ. نعطي الزكاة للفقراء كم بغلر جابر مات زكاتنا. نعم أستاذة حبيبة الزكاة صاع من فواكه زكاة ميفالردن أغرلك ولشودة بيرلادي جملة خطأ. الزكاة صاع من طعام من الطعام. من الطعام صحيح جيد أستاذ مشتري عيد الأضحى بعد الوقوف بعد بعرفة الوقوف بعد الوقوف بعرفة أضحى قربان لك خيطة عرفت تروي النكين عرفت تروي النكين صحيح. صحيح طيب أستاذ لوبر
صلاة عيد الأضحى قبل شروق الشمس. قربانلىق خەيت نامازى، خەيت نامازى قۇياش چىقىشىدىن ئالدىن. خاتا. نعم، متى صلاة عيد الأضحى؟ بعد شروق الشمس صلاة العيد. بعد شروق الشمس. أستاذة نيلوفر. نزور الأهل والأصدقاء ثم نذبح الأضحية. مدى ahlimizdan qarindoshlarni va o'rtoqlarni ko'rib keyin qurbonlik so'yamiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, to'g'rimi? Nazurul ahli va astag'fir summa yo namozdan keyin birinchi qurbonlik qilinadi, keyin ziyorat. Unda xato. Idan xato. Avvalan nadbahul udhiyata summa nazurul ahla wal astiqa'a. Avval qurbonlik so'yib, keyin ahli va o'rtoqlarimizni ziyorat qilamiz. Naam, sahih. Ustaza Habiba. يقضي كل الناس عطلة العيد في المدينة. İnsanlar, her bir insan, Barça, butta, barça. barça insan, hamma insanlar bayramını, hayit bayramını şaharda utkizadılar. Hata. Naam. Kullun. بعض الناس يقضون في المدينة في المدينة. وبعضهم في القرية في القرية وفي شاطئ البحر وعلى شاطئ البحر. نعم. مشتري. بعد صلاة العيد نزور الأهل. خيط مزدن كيان أولانا زيارة كلامز. صحيح. Hayit namozidan keyin endi bu yerda qaysi hayitligini aytmagan. Nam bu sahih bo'lishi ham mumkin, chunki Idul Adha bo'lsa qurbonlik qiladi, agar umuman id bo'lsa babu id kuni ziyorat qilinadiku. Izan sahih. Tayyib, intahayna min at-tadrib as-sani. At-tadrib as-salis. Iqra al-fiqrata thumma akmil al-ibarat. هنا أيضا نقرأ الفقرة النص، بعد ذلك كل واحدة منكن تكمل الجمل تحت النص. طيب، مشتري قرأت الجملة الأخيرة. أستاذة لوبر، أنت تقرأين هذه الجملة. أستاذة نيلوفر، أنت تقرأين حتى النقطة. أستاذة حبيبة أنت حتى هنا، وبعد ذلك مشتري. أها، ابدأي أستاذة لوبر. ستبدأ عطلة الصيف بعد أسبوعين. يازغي تاتل بر هفتادان سون باشلانادي. وسيسافر الطلاب إلى الأهل، وطلبالار أويلاسيجي كتادلار بورادلار. سيسافر أحمد إلى بلده. أحمد شخرج كتاد. سيقضي العطلة في القرية وتعتلنا قشلاغدا وتكزانا ليساعد والده وعمه في المزرعة. وأتى أنا إيه amakisiga va otasiga dehqonchilikda yordam beradi. Yordam berish uchun qishloqqa ketadi.
شهد أوت كذلك. شط الموت كذلك. شهد جيد أوت أستاذة كذلك. نيلوفر. وعلي سيسافر إلى السعودية. علي إس سعودية سفر قلد ليقضي العطلة بين مكة والمدينة. كان كانيبول تعطلنا مكة ومدينة أرسده وتقزش شون وسيعتمر ويبقى شهر في مكة بالقرب من المسجد الحرام. عمره قلب بر أي مكة قلده مسجد الحرام يقنده مكة قلده. وسيبقى شهر في المدينة بالقرب من المسجد النبوي و برأي مدينة ده قلعة مسجد النبوي يقن ده مدينة ده قلعة إذا قلعة نحو ثلاثة ده. نعم صحيح. أستاذة حبيبة. سيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر. عمر وأنين أيلس تعطلنا مصر ده أتكزاد. سيسافر بالبحر وتسافر أسرته بالجو. تسافر أنين أيلس دينجز سيسافر بالبحر لما بلا بالبحر دينجز أرقالي دينجز أرقالي بأسرته بالجاوي دمي سيسافر دينجز بلا بالبحر دينجز دينجز أرقلي بلا فرقلادة و أويلس هو خوا ده أرقالي خوا يولارا أرقلي سامولادة هذا سبحانه. سيقضي الأيام الأولى في القاهرة. برنش كلارنا قاهرة ده وتكزاد ليرى نهر النيل نيل درياس نكورشيتشون ويزور الأزهار ويزور الأزهار و أزهار أزهر قلارنا أزهر أزهر شارف جامع أزهر وأزهار شارف زيارة أولي وجامع السنة زيارة قلادة. من أزهار زيارة قلادة. مشتري أكملي. وسيقضي 10 أيام خارج القاهرة. سيزور صديقه أحمد في قريته ويقيم معه في مزرعة والده. وممكن قاهرة تشخر دوت قزالة أحمد أرطغن يوردن قشلقت أحمد أرطغن زيارة خلده. Şloq'daki ortağı Ahmet'ni ziyaret kıladı. Ve onge otasını vermezde yardım beradı. Rahimahu fi mazra kaladı. U bilan birga otasını fermasida kaladı. Müşteri iqra'il cümletel ula ve akmiliha. Ahmet seyakdil utrede fil qoryati. Ahmet أحمد إلى قرية العطلة في القرية صحيح صحيح أحسنتي. أستاذة لوبر الجملة الثانية. علي سيسافر إلى السعودية. نعم صحيح إلى السعودية. أستاذة نيلوفر. سيقضي عمر وأسرته العطلة في مصر. عمر وأنين أويلس تعتلنا مصر ده وتقزشاده. أسرته العطلة مصر. نعم صحيح. أستاذة حبيبة. ستسافر أسرة عمر بالبحر. عمرنين عائلة دينجز
أرقلي سفر قلادة. ستسافر أسرتنا في يا عمر جاوي بالجوي أوي لا سجاو بلان جاو أرقلي خوب بالجوي. مشتري سوف أخر الطلاب إلى الأخل بعد الدراسة. سيسافر الطلاب إلى الأهل بعد أسبوع. بعد أسبوع. برخط دانكين سافر كل شيء چونكي برخط دانكين تاتل وشلمت. أستاذ الأبر سيساعد أحمد والده في مزرعته. دي قنجلي. في المزرعة. نعم أستاذة نيلوفر. سيزور عمر صديقه أحمد في قريته. عمر دوست أحمد نا أونين قشلاغدا زيارت قلادة. صديقها هنا في قريته. نعم صحيح أستاذة حبيبة. سيرى عمر نهر النيل ويزور الأزهار. عمر في الأزهار. أزهار نيل دريوسن كورادر وأزهارنا زيارات كلشاكو. نعم مشتري. سيقضي عمر عشرة أيام خارج القاهرة. سيقضي عمر 10 أيام خارج القاهرة صحيح. طب أستاذ لوبر. يقضي علي العطلة بين مكة والمدينة. والمدينة. نعم صحيح. انتهينا من التدريب الثالث. التدريب الرابع اقرأ النص السابق مرة أخرى ثم أجب. تبقى ديجا نصنا معمنا التدريب الثالث تجيني أنا برمار توقف شقب صور لك جواب بردوات. هيا نجيب للأسئلة لو نحتاج يمكننا أن نقرأ في أثناء الإجابة. جواب برو رامز أجر جا إسلامي قصير ما تنجي قريب. عندما توقفنا من أجاب أخيرا؟ ما نيدم حكاية جواب فيهم آخر بالسنة. أستاذ نيلوفر اقرأ السؤال الأول واجيبي. متى سيسافر الطلاب إلى أهلي؟ طلب لا قشان إلى سنة أولدجا سفر خلدلا. سيسافر الطلاب إلى أهلي. إلى الأهلي. إلى الأهلي. في العطلة. في العطلة الصيفي. في عطلة الصيف. ممكن بعد أسبوع. في عطلة الصيف يعني عموما يسافرون في عطلة الصيف. جيد أستاذة حبيبة. لماذا سيسافر أحمد إلى بلده؟ لما يكون أحمد شهر جا سفر قلادر. ليساعد والده ليساعد والده وعمه في المزرعة. نعم طيب مشتري. لماذا سيسافر علي إلى السعودية؟ علي موجود سعودية سفر قيادة. سيسافر علي للعمرة. إذا لماذا سيسافر علي إلى السعودية للعمرة ولزيارة
ولزيارة المسجد النبوي. جيد. أستاذة العبر، كم يوما سيبقى علي في مكة؟ علي مكة نيتشكن قالد سيبقى علي في مكة شهرا. نعم صحيح. طيب أستاذة نيلوفر، كم يوما سيبقى في المدينة؟ مدينة نتكون قلادة في المدينة، سيبقى في المدينة شهرا أيضا. مدينة دخام بر أي قلادة. نعم أستاذة حبيبة. كيف سيسافر عمر إلى مصر؟ عمر مصرجة قندي سفر قلادة. سيسافر عمر إلى مصر بالبحر. ميتينجز أرقالي سفر قلادة مصرجة. مشتري، أين سيقضي كيف ستسافر أسرته؟ ستسافر أسرته بالجو. نعم. طيب أستاذة لوبر، أين سيقضي أيام الأولى؟ سيقضي الأيام الأولى. سيقضي الأيام أيام الأولى سيقضي الأيام الأولى في القاهرة. سيقضي الأيام الأولى في القاهرة. في نعم القاهرة صحيح. أستاذة نيلوفر، من سيقضي من سيرى؟ من سيرى نهر النيل ويزور الأزهر؟ كم نيل داريوسنا وأزهر أونيفرسيتنا كم بأزهر نيل داريوس نكورادا بازخان قلادة زيارات قلادا. زيارات قلادة. عمر وأسرته سيرى نهر النيل ويزور الأزهر. عمر ونين أيلاسه نيلنا كورك أزهرنا زيارات قلادة. نعم صحيح. أستاذة حبيبة، أين يزور عمر صديقه أحمد؟ عمر دوست أحمدنا قير أين قير ده زيارة قلادة. يزور عمر صديقه أحمد في قريته. نعم في قريته. طيب التدريب الخامس ليش دمشق. اقرأي الكلمات والنص واكتبي الكلمات في الفراغات. هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 كلمات وثلاث نصوص، 3 نصوص. يجب علينا أن نضع كلمتين في كل نص. مجتمع بركة و altı söz bereke. Her bir metinge 2 tane söz koyuş gereken bu joyga. كل واحدة من كنا تضع من كلمة في كل نص. بالتالي سوز قياسلا هر بالتالة. ابدأي مشتري، اقرأي الجملة الأولى وضعي الكلمة المناسبة في الفراغ. لا نسمع صوتك، أنا لا أسمع صوتك يا مشتري. اشتراك مصطفى. أنا عندي أشبال. انتهى العام الدراسي وقربت العطلة، وهذه هي الوحدة السادسة عشرة من كتابك على العربية بين يديك. الكتاب الأول أقشرت يده و أنو تاتر كيلد يا قلنا مشتر.
başlandı. Babu. العربية بين يديك كتابي. Babu Arabiye de ben ne kitabını? Birinci kitabını. İkinci. Ya. Birinci 16. kitabıdan 16. Yani bölümü. Darastu. Bu kitapta çok narsanı öğrendim. كثيراً، نعم، درست كثيراً في هذا الكتاب. بو نرس دكوب نرس، إيه بو كتاب دكوب نرسانا أورغان داي. جيد. طب، أستاذ لوبر. وأستطيع الآن بحمد لله. بحمد الله. بحمد الله. وخاضر. بدوام برك أن أتكلم وأقرأ اللغة العربية. وخاضر الله كشكر بمال العرب تلد أقرأ ليبمان وقبر ليبمان. بعد الكتاب الأول سأدرس الكتاب الثاني والكتاب الثالث. آخر كتاب مستوزم من كتاب والكتاب الرابع إن شاء الله. أنا أحب اللغة العربية. برنش كتاب تانكيين ikinci kitabını ve üçüncü kitabını ve dördüncü kitabını o'rganaman, o'qiyman. İnşallah men arab tilini yaxshi ko'raman. Al-thalitha. Qo'yamiz. Al-thalitha. Ustaz Nilufar. Utlatu s-sayfi hadha al-ami طويلة جدا. أم سيز ماشي وزا عزقين اكن هما سنة كتاب قوي ورقالي ثلاثة أكلة الصيف هذا العام طويلة. نعم. ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر bu yılın yazgı tatili juda uzun 3 aydır. Maza af'alu fi hadhihi al-utlati? Fi hadhihi al-utlati. Bu tatilda nima qilaman? Sa usafiru inshaalloh ila al-qahirati bi misra wa sa adrusu al-lughata al-arabiyyata hunaka. İnşallah qahirige boraman Misr bilan. Misr bilanmi ustoz? Bi Misr deb yozib qo'yibdi. Misrdagi qahirige safar qilaman. Misrdagi qahirige safar qilaman inshaalloh va u yerda arab tilini o'rganaman. Sekin. Ustoz Habiba. ذهب صديقي إلى هناك في الصيف الماضي. دوستم او yerga o'tgan yozda bordi va qada as-sabah jamilatan. Yo'q. O'tlatan yo'q. Ha, o'zi ikkita so'z qoldi. Va qada o'tlatan jamilatan fi Misr. Misrda ta'tilni, chiroyli ta'tilni o'tkazdi. Birinchi gapni qildingizmi? Zahaba sodiqi ila hunaka fi sayf al madi. Qildim. Do'stim o'tgan yozda u yerga bordi. U yerga bordi va Misrda. Va Misrda chiroyli ta'tilni o'tkazdi. Ta'tilni chiroyli o'tkazdi. Ta'tilni chiroyli o'tkazdi. Akmili hatta al-akhir. Hatta nihoya. Siz ham oxirgacha tugatib qo'yavering. Safara ila Misr bi-toirati.
مسرقة سمالوت بلان سفر قلده. وصل إلى القاهرة في الصباح، وزار بعض المتاحف، وفي اليوم الثاني تبي تجاوب بدأ. الترجمة غني؟ وزمان أدش كتم في الصباح قاهرة جاء طنجة يتكلد، وزار بعض المتاحف. بازل وزار بعض متحف لا المتاحف. نقطة نقطة موزيلا كلمة. ها بازل موزيلا زيارة قلت بابا فباز موزيلا زيارة قلد. ففي اليوم الثاني حركتي بدأ ميو بدأ أمكي بدأ بدأ تتمنى ذكورا بدأ دراسة اللغة العربية في قسم اللغة العربية في اليوم الثاني. إكينش كنا لغة العرب لنا عرب القسم ده أورجانيشن بوشلوف أورجانسنا بوشلادة بدأ بوشلادة. وقابل طلابا من فرنسا وروسيا، وقضى عطلة جميلة ومفيدة. أجرت دمك طلب طلابا من فرنسا فرنسا وروسيا روس ده وفرنسا روسيا أنا وفرنسا بلدان روس فرنسا ليك أنا قلان أجرت طلب بلدان أجرت فرنسا وروسيا ده انت لبلارنا وشرات أجرت و تعطلنا شرايلي و فانفادلي وتكزده فويتالي وتكزده. نعم إجابة للأسئلة التدريب السادس أجب عن الأسئلة التالية الآن ستجيبنا للأسئلة نعم أستاذة نيلوفر إذا لا تستطيعين الإجابة متى تتفرغين تخبرين وتجيبين للأسئلة الآن مشتري اقرأي السؤال الأول وأجيبي له خمسة خرون وثلاثة صيفي نقطة تلاني كلاج وثلاثة صيفي ثلاثة أشهرين يوستاكلو وشاي صحيح أحسنتي أستاذة لوبر إلى أين سيسافر في العطلة؟ خير جي سفر قلاسان إقلادة تاتل ده خير جي سفر قلادة أستاذ كمل مامر أنا قد أنجوب برشيري يا من دي أم بمصر إلى القاهرة بمصر شن نجاوب بها مثلا خاص بوت اشتجاي ده بالتجاوي سفر توش مصر جا شنو يتر أركاس أها سيسافر في العطلة إلى القاهرة بمصر نعم صحيح أستاذة حبيبة لماذا سيسافر إلى هناك؟ لما أشوف ويرجع سفر قلادة. هذا شو جواب بارك. ليدرس اللغة العربية ليدرس اللغة العربية. أردت النور يعني شو جواب. مشتري متى سافر صديقه إلى مصر؟ صديقه صديقه إلى مصر أرتغى مصرية قشان سيحات قلادا خلده قلادا سافر صديقه 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 إلى مصر إلى مصر في الصيف الماضي.
كان في الصيف الماضي. كان يوزده اتكو اوكي يا استاذ. كان يوزده سفر قلور طعم أستاذة لوبر. كيف سافر إلى هناك؟ ويرجع قندي سفر قلد بالطائرة. سافر إلى هناك بالطائرة. نعم أستاذة حبيبة. ما جنسية الطلاب الذين قابلهم؟ قابل ularni uchratgan talabalarni millati nima edi? هكذا يبدأ الجواب الطلاب الذين قابلهم الطلاب الذين قابلهم من فرنسا وروسيا. وروسيا فقط فرنسا وروسيا انتهينا من جميع التدريبات في هذا الكتاب وفي هذه الوحدة والتدريبات للكتابة واجب البيت واجب المنزلي التدريب الأول صل بين الحروف لتصبح كلمتان صلنا بين الحروف واكتبنا حرف لنا أولى بيوزر كنسلة التدريب الثاني رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة حرف لنا ترتب لا أولى بيوز تسوس خاص البوسندوت أولا رتبنا الحروف هنا الحروف غير مرتبة tartibsiz bo'tdi tartibini to'g'irlab keyin ulab yozasizlar at-tadribu salis ikkinchi mashq uktubil kalimati tahta suvar huna indana iddatu kalimatin yajibu alaykunna an taktubna al-kalimata al-munasibata tahta surati al-munasibati rasmatiga rasmga mos so'zni yozishinglar kerak bo'ladi. At-tadribu ar-robi' 4-chi mashq sil bayna kulli kalimatayn li tusbiha ta'biran. So'zlarni ikkita so'zni bir-biriga ulagin ibora, ya'ni so'z birikmasi ibora hosil bo'lsin deyapti. Ikkita so'zni bir-biriga ulab so'z birikmasi hosil qilasiz va hosil bo'lgan so'z birikmani mantiqa yozasiz. التدريب الخامس 5 مشق رتب الكلمات لتصبح جملة هنا في هذه الجملة الكلمات غير مرتبة جاب ما شو جاب لدي سوزلر ترتب سجولش كنيك سوزلر طور ترتب لسيلة طور جملة مفيدة خاص البلد طور جاب خاص البلد التدريب السادس املأ الفراغ مما بين القوسين يبتدي بوش جويلانا قوس يشدي سوز موس بلان طول درسنا التدريب السابع بش يتنش مشق اكتب ما يملى عليك تكتان تقلب اتلوت كان نرسانا يوزجان ديلوت تاك هنا imlasini diktovat qilib aytadiganini kitobda berilmagan adashmasam manimcha buniki yo'q edi yo'q uni imlo qilib aytadigani berilmagan любой atrofingizdagi kimdir biror gap aytib tursa o'shani yozish kerak eshitib to'g'ri yoza oladimi yo'qmi shuni bilish uchun o'zi imtihonni ichida ham imlo
qilib diktant mashq qila bor, vazifalar bor, uniki bor. Buniki berilmagan, buni любой odamga iltimos qilib biror gap berib, shuni o'qiyman, yozaman deb keyin kitobdan tekshirib diktant yozishga tayyorlanish kerak, chunki imtihonda ham diktant yoziladi. التدريب الثامن 8 مشق ضع علامة خطأ على الكلمة التي كتبت خطأ ثم اكتبها صحيحة حتى يوزل جاسوز استجاب إكس قوين دي تغر سنيون جاوز جندوات حتى يوزل جاسوز طب مثلا هنا أي كلمة كتبت خطأ من يعرف؟ أذن. لماذا؟ لأنها أضحية أعطى وأهل هذه الكلمات للفطر الأضحى. يوخ بوت غريبة ماس حتى يوصل جان سورات أرتخ جان أعطى أذن كتبت صحيحا أعطى أعطى لماذا خطأ؟ أعطى سوزن ما خطأ؟ أضحية تورة أذن تورة أهل تورة أعطى أنا ما خطأ؟ أعطى طور أهل ده ألف ده همزة بولد همزة همزة لي سوز اعتبار بريلا همزة قوي جا بيت أهل جا همزة قوي مجا مش همزة لانيان بلش كري ده قيس سوز جا همزة قوي لا ده اعتبار برش كري وقوت كند كتاب ده همزة لي سوز لانا ده من بو سوز ده همزة قوي لاركان ألف deb e'tibor berib o'qisa shunaqa so'zlarni elementlarida ko'proq xato ekan ustoza bu yoqda so'zlarni ikkinchisida ham shunaqa ekan yozilishida yozilishi xato shunaqa qilib xato yozilgan so'zni topasizlarda keyin to'g'irlab yoniga yozib qo'yasiz at-tadribus tasi'a to'qqizinchi mashq uktubi shahra sahiha fil faroh bo'sh joyga to'g'ri keladigan oyni yozgin deyapti masalan nasumu fi shahri kaza ramazon nahujju fi shahri kaza qilib anaqa qilasizlar haj oylarini bilasizlarmi lekin o'zi oxiri vuquf arafatda turadigan haj u qaysi oyligi bitta oy yoziladi lekin o'zi haj oylari uchta oymi shavvol zulqada zulhijja lekin bu yerda o'sha oxir vuquf arafa siz haj bo'lmaydiyu o'shaning uchun o'sha oy yoziladi qaysi oyda arafatda turiladi o'sha oy yoziladi shunaqa qilib yozib chiqasizlar at-tadribu al-ashir o'ninchi mashq اكتب في كل فراغ الكلمة التي بين القوسين قوس ايچدا بيرگان سوزو توغرلاب يازيشيلا كيري بوش جايگا مثلا في الاسلامي قناقا يازلادي عيدان اها حركتنا توغرلاب يازيسلادي aydaniyda hech narsa o'zgarmaydi qolganlarida o'zgarishi mumkin qarab gapga moslab harakatlarni ham to'g'irlaysizlar at-tadribul hadi ashar 11-chi mashq da alamata xato ala al-kalimati al-gharibati summa ktubha bayna al-qawsayni kama fil misal ortiqcha so'z ustiga xato belgisini qo'ygin deyapti.
كي وش ارتخشي سوزقو وسيتشي ازغندوت مثلا مدينة عاصمة قرية سفر وسفر أيو شهرنا نومة أي نومة شنجي بو ارتخشي ازغندوت يعني بو تيام نما ارتخشي بسو شاني ازغندوت. بعد ذلك سنبدأ التدريبات أي يعني الاختبار. يجب علينا أن نكمل الاختبار في وقت أسرع لأن الاختبار كبير. بعد انتهاء من الاختبار سنبدأ الجزء الثالث يعني الجزء الأول من الكتاب الثاني. Çakta cüzdan üçüncü sene başlayınız yok ki ana kadar ikinci kitabı birinci cüzdanı başlayınız. Hal tujadul esile mutallika bihazel kitab? Tabi'an ba'da ihtibari kitabi indana el ihtibar el şefavi aydan ihfazna el mufradat. سأسألها أيضا. أنا قناة كتابي يوزما أنا قناة يوزما كتابي أنا قناة اختبار كتابة بالتدارست واختبار الشفوينية بالتدارست قلبتو جاتش مسكري. هل توجد الأسئلة المتعلقة بهذا الكتاب؟ يا أستاذتي أين اختبار الشفوية؟ يعني المفردات أنا أسأل كما فعلنا في نهاية الجزء الأول. فهمت تمام. لا يوجد سؤال. فهمت. إذن اكتبنا التدريبات للكتابة وسنتفق عن موعد الاختبار. كين امتحاننا نقصنا تزرع قلب بس أنا من وقت نكيل شمس دي امتحاننا تستيس قلب وتقزوار سيكي چونچو جزء باشرينز إن شاء الله. إذا لا توجد الأسئلة سنلتقي في درس النحو بعد قليل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.